السلام عليكم، انا مسيكم كل خير. اعتذر على الازعاج. طبعا الخدمه حاليا مطبقه في ثلاث صرافات في مدينه الرياض، اللي هي الاولى والثانيه والثالثه، اللي عند برج مصرف الراجحي. هذا برج مصرف الراجحي طريق الملك فهد. طبعا ستعرف مستقبلا هل هي مطبقه في هذه الصرافه او لا عن طريق الكيو ار كود الموجود بالصرافه هنا قبل تسحب. طبعا طريقه السحب، كل عليك تدخل الى تطبيق المصرف، لازم يكون جهازك معك طبعا، ثم السحب النقدي باستخدام الكيو ار كود. طبعا راح تطلع لك كل حساباتك البنكيه، فتختار منها اي حساب، ثم يقول لك رصيدك الحالي في هذا الحساب هو هذا المبلغ، فتقول ابي اسحب المبالغ هذه، او ما عجبني مثلا ابي اسحب مثلا 250 ريال، فنقول سحب 250 نعم. يأكد لك العملية، يقول السحب سيتم من هذا الحساب، سيتم سحب مبلغ 50 ريال، غيرت المبلغ أنا. راح يفتح لك على طول الكاميرا، يقول سو سكان على الكيو ار كود، تسوي سكان، ثم يقول لك في كود بيطلع لك على نفس الماكينة، كذلك راح يطلع تفاصيل هنا 6484، حطيت التفاصيل، يقول لك سيتم سحب 50 ريال، وجاني سحب 50 ريال. طبعا سحبت الى 5000 ريال، سحبت ما في مشكلة. مثل ما تشوف تم السحب بدون استخدام اي بطاقة صراف، وهذه هي العملية، ووصلتني ايصال مثل ما تشوف. بالتوفيق لكم يا رب. طبعا هي الان ما زالت تجربية، ستعمم مستقبلا في كل المصارف باذن الله، كل الصرافات، وهذا المبلغ بدون اي بطاقة.